السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورونفينك دي زات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. اليوم خاوتي كالعادة محلل قناتنا محبوب القناة إبراهيم كريم شاوش كالعادة سيكون معنا لتحليل مباراة النيجر، مباراة العودة. أهلا بك أخ إبراهيم. السلام عليكم وسلام على متفرجينا الكرام، وكما يقولوا إن شاء الله يكون تحليلنا منطقي إلى بعد حدود، ونكون خفاف إن شاء الله على الجماعة اللي تفرجنا إن شاء الله. إن شاء الله أخ إبراهيم، اليوم نتكلم على، أنا بالنسبة لي الفوز الروتيني العادي، الفوز عادي نسميه فوز روتيني ضد منتخب كنا كل توقعنا قبل شهر بلي أن هذه المباراة ستكون 6 نقاط مضمونة. تكلمنا قلنا بلي تأشيرة اللقاء الفاصل ستحسم بين الجزائر وبوركينا فاسو، وكان لنا كل التوقعات لم تكن مفاجآت. مباراة اليوم أعتبرها مباراة عادية، غادي نحس فيها اليوم بلي مباراة تدريبية. واش رأيك أنت أخ في الكلام هذا؟ شوف يا اخي، باختصار باش ما نطولوش، فريق لي في كار 6-1 وفي ارضيه كارثيه، هذا يعني الكثير، يعني انه الفريق بصراحه فريق متواضع. ما نظنش باللي كان راح يعني يشكل لنا خطوره ولا الفوز اليوم. انا كان منتظر، ما نكذبش عليك، لان كما يقولوا الفريق ماشي اللي راح يشكل لنا الصعوبات ولا مام كانت شويه الارضيه تاع الميدان يعني شويه ثقيله والغازون طالع بعد ليه كان طالع. نظن باللي كنا قادرين يوم نفوزوا باكثر من 4 اهداف، قادرين نفوزوا كذا صح حقيقه. من شفنا المباراه شفنا سيطره مطلقه 100%، شفنا غير 12 دقيقه الاولى منتخب النيجر دار شويه نقولوا الهدات خفيفه، من بعد كما يقولوا كانت سيطره كليه، كان انقطاع في البت، انقطاع عالمي ليس خاص بالقناه الجزائريه التلفزيون العمومي. اليوم اللي شفناه اليوم شفنا الفاعليه ما عند اللاعبين المنتخب الوطني. انت واش رايك اليوم ابراهيم، اسكو المنتخب النيجر كان ضعيف او المنتخب الجزائري كان قوي اليوم؟ اشوف باش نتفاهموا، النيجر ليس عملاق من عمالقة إفريقيا، باش نتفاهموا حاجة. نيجر فريق ولا منتخب نقدر نقول لك باللي متواضع، يلعب كرة جميلة، ولكن فريق ما في 10 سنوات الأخرى هذه ما كانش فريق اللي مسيطر ولا جالس في عمره ما راح كوب دافريك جامي، راح لعب دورة كأس إفريقيا جامي، تعتبر من اضعف الفرق الافريقيه هذه صراحه الحاجه الاولى. ولكن احنا من شفنا الشوط الاول في البوليده وهذاك اللعب وخلق لنا صعوبات، الناس اللي تخوفت قال لك المنتخب يطيق يلقى صعوبات 40 درجه رطوبه، سي بور سا اليوم الجماهير فاجات من الفوز العريض. شوف فوز سهل، يعني نقول لك نيجر وجيبوتي في نفس المنوال. انا نقولها لك، احنا من الاول قلنا حذرنا برك من فريق بيركينا فاسو، لان نعرفوا باللي بيركينا فاسو عنده تاريخ كروي في افريقيا، ما بهدوش فريق نظن ما يقلقوش اليوم. قلت لك ميزابار 12 دقيقه الاولى ولا 17 حتى 17 دقيقه الاولى حتى تسجيل، حتى يعني اول محاوله تاع الجزائر كانت في تاع بونجح، سيد بونجح في دقيقه 17، نظن باللي كانت محاولات تاع الضغط من طرف فريق النيجر، ولكن نقول لك بلي محاولات ضعيفه وما يعني ولا ما شكلتش خطر على الفريق الوطني. انت كنت قلت لي بلي كنا شفنا الشوط الاول، يا اخي نقول لك بلي انا الشوط الاول في البوليده الفريق الوطني ما دخلش في لقاء مليح، لهذا شفنا الفريق النيجر. ولكن لو كان الفريق الوطني دخل في الشوط الاول نقدر نقول لك بلي النتيجه في البوليده راح تكون اكثر من 6 اهداف، واليوم لو كانت أرضية مليحة الفريق الوطني كان يفوز أكثر من 4 أهداف، لأنه بصراحة فريق متواضع.
متواضع صح حقيقة. ما عدناش باش نحكو على المباراة على التكتيكات، شفنا الشوط الأول من داخل الوطن يدخل بخطة 4-4-2، عاود خرج سليماني ودخل مكانه فاغولي، نرجع للخطة العادية. يعني شوف تقدر تقول بلي 4-4-2 في حالة دفاعية، في حالة هجومية راك تلعب 4-2-4، يعني بليلي ومحرز على الأطراف، بونجاح وسليماني كراس حربة، من بعد خروج سليماني ودخول فغولي عودوا للفريق اللي 4-3-3، وهذه الخطة الكلاسيكية تاع بالماضي. نظن باللي في الشوط الأول 2-0 قضي الأمر مع فريق متواضع، نظن باللي 2-0 كان اللقاء انتهى، يعني انتهى حقيقة حقيقة. ونروح الأخ إبراهيم، روحوا اللاعبين اليوم شفنا القوة الضاربة حقيقة، تقال القوة الضاربة هو يوسف بليلي، صالة وجالة كما قال معلق محمد جبال، قال لك جزائري بأرجل برازيلية اليوم يوسف الله يبارك. شوف احنا كنا صرحنا مقبل وشفنا في كأس افريقيا في مصر لوروندمون تاع بليلي. شوف بليلي انا نقول لك باللي ركيزة اساسية في الفريق وما يقدرش يستغنى عنه المدرب الماضي، لانه بصراحة عندما تكون عنده الكرة هجوميا يفعل ما يشاء وعنده دي باس ميليمتري. نقدر نقول لك باللي بليلي تكنيكمون اللي تري تري فور، سيتي نارم تاع الفريق الوطني، سلاح من الاسلحه تاع الفريق الوطني. ان شاء الله نتمنوا له كما يقولوا يكمل على نفس المنوال باسكو نسحقوه في باقي المشوار ان شاء الله. سي دوماج هذا الجوار ما لعبش في اوروبا، سي دوماج والله. شوف هذا الجوار لعب معايا في مولوديه وهران، كان في عمره 20 سنه وتنبأت له بمستقبل كبير، وكنت قلت له يعني راك تضيع في وقتك في البطوله الجزائريه. العام اللي موراه غادر الترجي التونسي، يعني كي كان في عمره 20 سنه كنا نشوفوه باللي في التدريبات لاعب يعني مستوى تاعو عالي عالي، الى درجه انه نقدر نقول لك باللي في التدريبات يعني يلعب معنا كما نقولوا بتمسخير، يعني بتمسخير اللي تريزاليس تكنيكمون، عنده لو دريبل هذاك لا فانت كور، تنبأنا له بمستقبل كبير. الله غالب مر بمرحله صعبه، ومن بعد تيكا دوك عاودوا للقطر محيط ثاني اللي كان الصحبه ثاني تاعو اللي كانت مام هنا في اتحاد العاصمه كانت عنده صحبه ماشي مليحه هذيك اللي اثرت عليه، ولكن ظن بلي انا اضعف الايمان بليلي، اضعف الايمان كان يكون نجم من نجوم البطوله الفرنسيه، هذه اضعف الايمان يعني. للاسف للاسف نروحوا للجزء كما يقولوا على تحليل المباراه. شفنا اليوم حاجه ايجابيه عند الناخب الوطني، الناخب الوطني اليوم هذه الحاجه القوه اللي في بالماضي لم يستهزئش الانديه على المنتخبات ديزادفيرسين، ما شغل ما يطيحلهمش قيمتهم، توجور يقرا لهم بون ليكتير. واش رايك في هذا الامر؟ بالماضي سيتي ان جوار بروفيسيونيل ولا وتربى في فرنسا وكلش ولعب، وهادو ما يحترمون كثيرا، يعني يحترم منافسين وعلى باله باللي يعني تقزيم اي منافس راح يكون عليه يعني يقدر تشكل له خطوره ولا مفاجاه. نظن باللي الديسكور تاع لونتينور لايتي كلير سي كون نلعبوا لي ماتش كاع بلا ميم انتونسيتي لو ميم ريسبي فير لادفيرسير، يعني تلعب اليوم مع النيجر ومن بعد تلعب جيبوتي ومن بعد بوركينا ومن بعد بالك نلعبوا ماتش اميكال مع الاسبان لا ميم شوز، يعني اللاعب يدخل يابليكي وش يقولوا المدرب، هذه هي باش تحافظ على سلسله النتائج الايجابيه. لازم شاك ماتش ميم لو كان تلعب كونتر يعني اضعف فريق في افريقيا، لازم شاك ماتش تحضروا مليح وتدخلوا بجديه، وهذه رانا نشوفوها في الفريق الوطني. يعني ما نظنش بلي حيرتكبوا ليرور تاع يستهزاو بالمنافس، او كونترير شفنا ما 4-0 20 مينوت لا فان مازال يحوسوا يماركيو 5يام يماركيو 6يام، هذه الحاجه اللي تفرح، يعني ان دي بوين بوزيتيف تاع الفريق الوطني سي كو ميم لي رومبلاسون كي يدخلوا والفريق رابح 4-0 يدخلوا باش يلعبوا سيريوزمون وباش يسجلوا اهداف كما شفنا عمورا كما شفنا لي رومبلاسون اللي دخلوا. فوالا اخر سؤال فيها خاص بالمباراه،
حاجة انت شفتها عجبتني اليوم في المباراة هي التغييرات الناخب الوطني في الشوط الثاني، ادخل عدة لاعبين باش يكسبوا الخبرة الإفريقية، وهذا شيء جميل. بعدما ضمننا الفوز شفنا دخول عطال، ممكن قضية إصابة ان شاء الله ما تكونش خطيرة. عطال ماشي قضية إصابة، عطال الورقة الصفراء اللي داها خاف يتلقى بطاقة ثانية، هذا اللي خلى المدرب ما يجازفش بسكونة 2-0، وبن عيادة يقدر يعني يقدر يلعب هذا كل رول آلاز كما شفنا الحمد لله. هذه هي يعني بالماضي قرأ المقابلة، قرأ يقول لك بالك يلورا ان كارتون بوتيت كي سورا سيسبوندي البروشان ماتش، وحنا نسحقوا كاع اللاعبين. سي بور سا نظن باللي كان دخول تاع بوداوي مكان زروقي، دخول زرقان مكان بن ناصر، دخول عموره مكان بنجاح، تغييرات مليحه اللي كتبوا الخبره. هادو لي شونجمون، عموره لعب الماتش اللي فات دخل، بوداوي دخل، وزرقان دخل، يعني سي تون كون خالف سي تون كونتينيتي. علاش؟ باسكو راه يقدر يسحقهم ما يوجد فيهم الباقي المقابلات. يعني اون سي جامي كاين بليسير لا قدر الله، ولا كاين عندك لو جوار ديجا اي دي بري او لعب لافريكا ويعرف، وهذه خبره زائده. نتمنينا نشوفوا عمر اليوم كيفاش تصرفوا في ادغال افريقيا، كيفاش كيكون التيرا ماشي مليح، يعني باش تكون عنده نظره شامله. والحمد لله يعني اللاعبين نظن بلي عندنا ان جروب، ما عندناش 11 جوار، عندنا ان جروب. لو جوار اللي دخلوا راهو تم باسكو لا ماشين تمشي مليح، كي تكون يوم ماشين تمشي مليح تغير زوج ما يبانوش، يبانو كيما صحابهم. لا ماشين فيها الزيت اللي كيما يقولوا راهي اللي وي اللي راهي دور مليح، ما متنحي غدوه مغدوه بدران تعاود ترجع بالعمري، تقدر تنحي ادروات عطال تلعب تيتولار واسمو لارير دروات تاعنا تاع تاع ليطوال دو ساحل واسمو اللي دخل بلاصه تاع عطال بن عيادة. بن عيادة يقدر يلعب فاسيلمون، أنا شفنا فارس زوج مقابلات راهو كيما يقولوا شاد الكولوار تاعو، صافي بليزير هنا تعرف بلي كاينه مجموعة. وبدر واش راك اليوم في الأداء تاعو كان بدون خطأ؟ شوف والله غير نفهمك حاجة، بدران شوف بدران 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 سي لو تيب اللي يحب يلعب كرة القدم، باسكو إلي بوكو بلوس ليبيرو كو بارابول تسمى نحكي لك البلعمري. بدران سي لو تيب لي كوفري، سي لو تيب لي يعرف يلعب الفوتبول، ما نكروش من نهار كان في فاق سطيف شفناه باللي ركيزه في الدفاع. بون لو تيران ما بوتيتر ما يسمحش وكلش، ولكن ادى مقابله نظن باللي على العموم مقبوله كي هو كي ماندي، باسكو ما كانش علينا الضغط. يعني باش تفهم انا قلت لك السمانه اللي فاتت كي درنا حللنا لقاء النيجر قلت لك لازم نشوفوا الدفاع تاعنا كيكون تحت الضغط. اليوم نظن باللي الفريق ضعيف، ما قدرش الفريق تاع النيجر ضعيف ما قدرش يضغط علينا، ولذا ما نقدرش نمدلك ان جوجمون سور لا ديفونس تاعنا. اوكي هي كلشي يبان دروك اخ ابراهيم، لقاء الفاصل رسميا سيكون بين الجزائر وبوركينا فاسو، حتى لو يتعادل بوركينا فاسو ضد النيجر في شهر نوفمبر وحنا نفوزوا، احنا نفوزوا في جيبوتي ما عندك ما تهضر في هذا. الجزائر يكفيها التعادل للتأهل. شوف والله شوف انا ما ياكل نقولوا كاع النيجر تخسر بوركينا فاسو تخسر في بلادها مع النيجر، احنا يكفينا لا يكفينا غير التعادل. شوف باش تفهم انا ما نظنش باللي بوركينا فاسو راح يضيع لقاء تاع النيجر، هذه يعني لازم الواحد قاعد يقاه اللي قله فوز مع الجزائر باي نتيجه اللي قله فوز تعادل لا يكفي باسكو يعني ولاقينهم في الاهداف اللي قلهم الفوز. معليش شوف نهار التصفيات وتصرحت لك باللي ابار بوركينا فاسو اللي عندها شويه لي مويا باش تزحمنا الباقي ضعاف. انا ما نكذبش عليك قلت لك باللي انا مانيش حاط باللي راح ما نجوزوش للقاء الفاصل تاع الماتش باراج. انا دوك تخمامي كاع راهو في الماتش باراج ما نكذبش عليه، باسكو ني نتبع البارح شفت اليوم شفت السنغال، البارح شفت مصر لا كوت ديفوار، يعني شفت وين راهو يدور المستوى باش الواحد كي يطيح مع ليكيب يعرف يعني واش راح يقابل. انا دوك
راني نحوس على العشرة اللي تكاليفيو تاع افريقيا، العشرة هذوك اللي انا بيركينا فاسو متيقن بلي راح يعني لا داروا مقابلة كبيرة كبيرة بالك يديروا معنا التعادل هنا، والتعادل ما يكفيش التعادل او يخسروا واحد ولا 2-0. يعني نقول لك انا كيديروا مقابلة كبيرة باش يربحونا ما يربحوناش. هذه يعني انا قلت لك انا راني نخمم من البعيد، مانيش نخمم اللقاء تاع 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 البيركينا فاسو، وما نكذبش عليك انا راني حاط باللي نستنى في القرعة تاع تاع الماتش باراج. شكرا اخ ابراهيم، شكرا جزيلا على التحليل الواقعي والمنطقي، وفي ان شاء الله نروحوا معك في الجزء الثاني باذن الله.